السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي إحدى الدورات التدريبية الجديدة. سوف نتحدث في هذه الدورة عن النود إيديتور، وسوف تكون دورة تفصيلية من البداية حتى أدفانسد ليفل، من البيجنر ليفل حتى أدفانسد ليفل في النود إيديتور. نذهب مباشرة إلى الشيدنج. نجد أن في الشيدنج في إحدى أربعة تاب. أول تاب اللي هو وير فريم، الثاني اللي هو السوليد، الثالث هو اللوك ديف، الرابع هو الشيدر او الفيوبورت شيدنج. لو ذهبنا اللوك ديف فاذا موجود في سين وورلد، بنلغي السين وورلد او اللي هو الاتش دي ار اي. اوتوماتيك في عده اتش دي ار اي، ممكن ايضا الروتيشن بهذا الشكل. بالنسبة للشيدد مود، لا يجب مباشرة يجب أن نذهب إلى الورلد ونضيف شيد ريتور، لأنه مباشرة ما فيش إلا في كلر بهذا الشكل. إذا اللوك ديف يعتبر شيء فيك، لكن الأساسي أو الريليستيك هو الشيدر اللي هو الفيوبورت شيدنج بهذا الشكل. تمام. مباشرة ممكن نحذف هذا الكيوب ونضيف بلين، هذا البلين سكيل وليكن 2 تايم، ثم نضيف وليكن سفير. الشيدنج هيبقى سموس. ممكن ننسخ هذه السفير أول سفير، هنسميها وليكن جولد. طيب خلينا نتحدث عن النودز. إذن لبناء أي advanced material يجب معرفة النود إيديتور. باختصار شديد، لو اخترنا أي material في النود إيديتور بهذا الشكل بيظهر material. لو اخترنا وليكن فلور مفيش لي material لأن لسه ما ضفناش لي material، لكن السفير لا material automatic، هي هذه السفير لكن الباقي ملوش اي ماتيريال. طيب خلينا نختار البلين اولا اللي هو الفلور. طبعا ممكن تسميه اي اوبجكت هنا، سميه وليكن فلور، او من التايم لاين اللي هو الاوتلاينر، فبنختار احد البلين وممكن تسميته. طيب ممكن تسميه الاوبجكت من الفلور من الاوتلاينر هنا، مثلا لو اخترنا مثلا اي اوبجكت فبنجد انه بنختار هذا السفير او هذه السفير، فممكن نسميها وليكن سكند، ونسمي دي وليكن سيلفر. تمام. يبقى اذا عندنا الفلور، فبنختار الفلور ما فيش اي ماتيريال. ممكن نضغط ماتيريال من هنا من هذه التاب، او من مباشره نختار من هنا نسمي ديت فلور ماتيريال عشان نعمل ماكسمايز للشيدر ايتور اللي هو كان سابقا اسمه النود ايتور. فكنترول سبيس بار، فبيظهر عندنا بهذا الشكل النود ايتور. الاثنين احنا مختارين تو اوبجكت، اي بنختار اي نود بالليفت كليك. فاذا اخترنا هذه النود واخترنا اي نود بنختارها بيكون في بوردر وايت بهذا الشكل. طيب نختار وليكن اد، نختار وليكن ديفيوز. ديفيوز هو عبارة عن color فقط، ودي الماتيريال اوتبوت. يبقى انت هنا كده بنختار، بيكون في عدة نودز ثم نوصلها اخيرا الديفيوز بالماتيريال اوتبوت. نلاحظ ان الاخضر ده عبارة عن الشيدر، بيذهب للشيدر. ايضا البي اس دي اف بيذهب للسيرفس. يبقى اذا اي بي اس دي اف او اي نود بي اس دي اف، اي نود اخضر لون اخضر بيذهب الى السيرفس، اي نود كولر بيذهب الى الكولر، اي نود جري بيذهب للجري، اي نود ازرق ده عباره عن الجيومتري او النورمال بهذا الشكل اللي هو الفيكتور، بمعنى اخر الفيكتور نود. يبقى اذا الفيكتور نود ازرق والكولر نود عباره عن لون الاصفر. وطبعا اللون الاخضر زي ما احنا قلنا اللي هو البي اس دي اف، هو عباره عن السيرفيس او الشيدر نود.
لو بلوج لي السيرفس بصش دي التوصيل عن طريق توصيل النود كده وصلنا. اذا الماتيريال عباره عن ديفيوز. الديفيوز بمعنى هو عباره عن كلر فقط، ما فيهوش اي لمعان او اي شيء، عباره عن كلر، وممكن تغيير الكلر من هنا، اختار اي كلر بهذا الشكل. في تاني شادر ايتر هو الجلوسي، ده كده عباره عن ميتال. اذا اوبجكت هو عباره عن الديفيوز لكن في رفنس ماب اللي هي فيها لمعان. ممكن نختار عدد الديستريبيوشن، توزيع اللمعان بهذا الشكل. الجي جي اكس يعني عباره عن لمعان قريب من الاورجانيك، يعني اي لمعان مثلا وليكن في الاعشاب والحشاش فبيختار جي جي اكس، اي اوبجكت اورجانيك. طيب ثانيا في الجلاس من الشيدر، في جلاس ايضا في انيزوتروبيك اللي هو عباره عن افترض كان في انيزوتروبيك، تمام. يبقى اذا تقريبا تم الغاء الانيزوتروبيك وتم دمجه في البرنسبل. طيب حقيقه البرنسبل بي اس دي اف بيجمع بجميع هذه الشيدر، يعني الجلوس ده كده عبارة عن زجاجي، الجلوسي عبارة عن ميتال، الرفنس هي درجة اللمعان. ممكن نحذف هذه النود ونختار البرنسبل ونوصل النود بالسيرفس ونرجع للبريفيوس. هنختار هذا الأوبجكت، الميتال هيكون ميتال 2-1، الرفنس هيكون وليكن 0.17، الكلر هيكون وليكن لون اورجانيك. يبقى اذا كده كده عباره عن اول ماتيريال اللي هي الجولد، تاني ماتيريال وليكن السيلفر. ممكن نختار الجولد من هنا، هي عباره عن جولد ولكن نختار الاثنين، فديت نختار نفس الماتيريال ولكن يعني عبارة عن نسخ الماتيريال الأولى يعني، تمام. الكالر هيكون بهذا الشكل في ال RGB. الميتاليك والسبيكولر، الرفنس بوينت 2.7 وليكن، ثم عندنا كده دي السيلفر. اخيرا البلاستيك ممكن تكون نفس الكالر، البيس كالر يكون وليكن اللون الازرق، السبيكولر طبعا مفيش ميتاليك، الرفنس يكون وليكن 0.15. اذا كده عندنا 3 ماتيريال. حاليا احنا بنستخدم الاي في، لو غيرنا اخترنا سايكلز واخترنا جي بي يو وروحنا للريندرد مود، فده كده عبارة عن السيلفر اللون الفضي والجولد والبلاستيك. السيلفر ممكن الرفنس يكون او الكالر يكون هذا على هذا الاساس. الزيرو هيكون نزل الكاميرا فيو، نختار من الفيو لوك كاميرا تو فيو بحيث تمام. ملحوظة أخيرة، الكالر في الباك جراوند ممكن تغييره منها هنا من الورلد، نختار الكالر هنا RGB وليكن، كالر تو كالر الكالر وليكن ده كده لون الباك جراوند. لم يتبقى غير ان نضغط على F12 او ريندر بحيث يظهر
الريندر على هذا الأساس.